قلبك علينا راح يغنوا يا شباب الوادي من لحنين وين فننا الأسمر غنينا من فرحين ومن سعدنا زيد الكرم لضيوفنا علينا راض يغنوا يا شباب الود من لحنين ومن فنينا لذتنا الأسمر غنينا من فرحين من سعدينا ونخلها مظلن عالي شو
مظلن علينا لغتنا الاسمر غنين من فرحين ونسعدين. شكرا للفرقة الشعبية من العريش بقيادة المطرب السيناوي الشهير حميد إبراهيم، وأهلا بكم من جديد من مدينة العريش الساحلية. نحن الآن في دوار بمنطقة المساعيد. هذا الدوار بطبيعة الحال هو مكان لحل المشكلات التي قد تقع بين أهالي المنطقة، وهو يعني معروف لدى أهل البادية ومعروف في مناطق كثيرة من مصر، كما الدوار يقوم أيضا ويكون مكانا للنقاش، نقاش هموم الناس وقضاياهم. في الوقت الحالي القضية الأساسية التي تؤرق جميع أبناء مصر هي القضية الأمنية دون منازع. أما أهالي سيناء إلى جانب قضية الأمن، هناك قضايا أخرى تتعلق بالتنمية، تتعلق بالتوطين في محافظة سيناء. لمناقشة هذا الموضوع معنا الأستاذ سليمان الغزالي. أهلا بك سليمان. وأيضا معنا الأستاذ حاتم عبد الهادي أمين حزب المصريين الأحرار. معنا أيضا المهندس عماد البلوك. أهلا بك عماد. معنا أيضا المهندس نور الغول. نبدأ أستاذ نور مع حضرتك، يعني أبعاد المشكلة الأمنية في محافظة شمال سيناء، يعني كيف يمكن أن ترصد هذه الأبعاد في نقاط محددة؟ والله أبعاد، أولا كل سنة وانتم طيبين. كن طيب. الأبعاد بالنسبة للمشكلة الأمنية طبعا في وزارة الداخلية نفسيها، يعني بالنسبة لأهل البلد، أهل البلد الناس بيحاولوا إن هم زي ما أنت قلت الدوار لحل المشاكل، يمكن بنحاول إن إحنا أخذ بالك بأقصى ما عندنا إحنا والعواقل اللي موجودة والناس اللي موجودة في البلد تحل نسبة يمكن 70-80% من المشكلة بعيد عن الأمن حاليا في المرحلة اللي احنا فيها. ولكن الأمن مش هسميه تخاذل، لكن هسميه المرحلة اللي احنا فيها كضباط وكإدارة، في ناس هنا كفاءات وناس محترمة وناس نفسها تحل كل أوضاع، وناس يمكن حتى في الاعتقالات القديمة والأحكام القديمة رجعتها تاني ورجعت أحكامهم تاني علشان يشوفوا مين مظلوم ومين مش مظلوم. ولكن وضع البلد فيه كتير مستفيدين منه انه يفضل فيه الامن معدوم. كبلد حدوديه في مصالح كتير لناس معينه انه يفضل الامن بالصوره اللي يظل الحال كما هو عليه، كما هو عليه، اخذ بالك بالضعف اللي موجود بالوهن اللي موجود، لانه مصالحه ماشيه وهذه فئه. يعني تقصد بالمصالح يعني ربما ما يتعلق بتجاره السلاح مثلا؟ لا، هي مش بالضبط تجارة السلاح، لكن هو واخد بالك تجارات كثيرة، يعني في السلاح وفي الأنفاق الموجودة، وفي يمكن أنا بعتبر مصلحة إسرائيل في أنه الأمن في الشمال بالذات عندنا يفضل، الانسياب الموجود يفضل، التسيب اللي موجود في الشارع واللي موجود في المصالح الحكومية والموجود في الإدارات كلها، لأنه استقرار البلد مش مستفيدة منه إسرائيل. يعني أنت يعني المهندس نور الغول عماد يعني يرى أن الانفلات الأمني الموجود هو نتيجة القصور الأمني من قبل مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية. يعني الآن جاء على رأس وزارة الداخلية وزير جديد، وكما ذكرتم قبل اللقاء هو اللواء أحمد جمال الدين، ويعرف تفاصيل المعضلة الأمنية في شمال سيناء. هل تعتقد أن الوزير الجديد سيشخص المرض وايضا يحدد العلاج المناسب له في وقت قصير؟ هو طبعا بالنسبه لسياده الوزير، هو كان هنا اكثر من مره، يعني يمكن كان يقيم في مديريه امن شمال سيناء اكثر ما كان يقيم في مكتبه في الوزاره، ويعلم المشكله الامنيه تماما ويعلم الحل الامني. احنا عندنا في سيناء في تسيب امني في مدينه العريش، ولكن بعد مدينه العريش ب 2 كيلو وحتى الحدود المصريه مع قطاع غزه ومع اسرائيل هناك غياب امني تام. يعني مش ما فيش انسياب امني، لا ما فيش امن نهائيا، غياب كامل. اقسام الشرطه لا تعمل، اقسام الشرطه موجوده ولكن لا تعمل، المرور لا يعمل، ما فيش اي مصلحه حكوميه فيها جزء من الامن موجود. ثانيا احنا لو جينا للمشكله الامنيه في المنطقه اللي هناك دي،
هنلاقي مشكلة الأنفاق. مشكلة الأنفاق من أكبر المشاكل التي تهدد مصر على المستوى القومي، ولكن لو بصينا ليها بنظرة سياسية، طبعا الحل الأمني هنا يجب أن يكون حلا سياسيا، الحل العنيف لن يصلح في شمال سيناء، والحكومة جربت الحل العنيف في الصعيد وفشل، وفي نهاية المطاف لجوا إلى حل سياسي. يعني كيف يمكن يعني أن يكون حل المعضلة الأمنية حلا سياسيا؟ يعني حلا سياسيا، طبيعة أبناء سيناء إن هو يبحث أولا عن الكرامة، فهناك في هذه المنطقة الكثير من من ظلموا في العهد السابق، الكثير من من اعتقلوا، الكثير من من رفعت لهم القضايا، هؤلاء إن ضمنوا أن يأتي الأمن ولا يطغى على كرامة أحد ولا يعود الأسلوب الأمني الذي كان يتبعه نظام مبارك، أنا أعتقد تماما بمباحثات مع الناس دي أن الأمن يستطيع أن يعود إلى المنطقة في منتهى الهدوء، وتكون من أفضل المناطق، لأن أبناء سيناء ملتزمين، وإذا التزموا بكلمة يوفون بعهدهم. المشكلة الأخطر هنا هي مشكلة الأنفاق، وسأتكلم كلام في منتهى الخطورة في مشكلة الأنفاق. يعني ننتقل يعني قبل الخوض في هذا الموضوع ننتقل للحاج سليمان. الحاج سليمان، يعني المهندس عماد يقول إن يعني المعضلة الأمنية يعني حلها حل سياسي، وهو يطالب بإعادة أو ما يقصد رد الاعتبار لأهالي سيناء من أجل أن يفعل دورهم في المساعدة في تحقيق المعادلة الأمنية. هو يعني كيف يمكن أن يفعل دور أبناء سيناء، خاصة يعني المشايخ نعرف يعني الطبيعة العشائرية هي اللي بتطغى على سيناء؟ أقول لحضرتك حاجة، كل سنة طيبين أولا. كن طيب. وأنا سعيد باللقاء ده، وأنا بقول أنه فعلا كلام الأخ عماد فيه منه الحل السياسي أو الحل اللي بتاع، يعني احنا عايزين هنا يعني معضلة. أنا بقول في حاجة، بقول انه لابد من الامن قرار سياسي وقرار سيادي من رئيس الجمهورية اللي دلوقتي هو على رأس الهرم المصري. صحيح. اخد بالك، ما كانش يكون في قرار سيادي للقوات الامنية عامة مش هيشتغلوا ولا هيعملوا حاجة. طب ايه طبيعة القرار؟ اقول لك دلوقتي ضابط الشرطة إذا كان عميد لواء مقدم ملازم يجي أي واحد ما يعملوش إيه ما خالص. طب هم ما يعملوش إيه ما خالص ليه؟ الدولة ما خلتش له كرامة. ليه؟ لأنه دلوقتي لو يجي لواحد بلطجي شرد منه البلطجي ضربه بالنار، أخد بالك، يروح يقوم عليه قضية، الضابط ده يروح يتسجن. طب يقول لك وانا اعمل ليه؟ بلطجوا مع بعضيكم واعملوا مع بعضيكم، انا غير مسؤول عن الكلام ده. فلا بد من قرار سيادي علشان البلد تنضبط. ولكن احنا هنا يعني جد بقدر المستطاع احنا ناس يعني ممكن نتعاون مع الامن، وممكن ان احنا نيجي مع الامن والمشايخ والعلماء. طب ايه المطلوب يعني حتى التعاون بشكل كامل مع الامن؟ ايه المطلوب من الجهات الرسميه ان تقدم لكم لابناء سيناء لشيوخ القبائل شيوخ العشائر حتى يقوم بدورهم الكامل في المساعدة على الحدود؟ أولا أنا بدي أقول حاجة، الأمن لابد يفرض سيطرته، ولابد من لم السلاح من يد الخارجين عن القانون، لأن الخارجين عن القانون كتير. أنا بقول لك في مدينة العريش وفي رفع وفي شيخ زويد وفي الوسط خارجين عن القانون كتير، والناس كلها أهل المناطق اللي هناك كلهم متضررين، مش كلهم عارف. لو الأمن يساعدهم شوية هم هيساعدوا الأمن، والأمن ينضبط تماما 24 جرام. ولكن بالوضع اللي احنا شايفينه يعني بعد العريش زي ما قال الاخ احمد ب 2 كيلو مفيش امن ولا في حاجه اسمها امن. طب احنا نقعد، طب ازاي انا لما اروح شيخ زويد ولا رفح ممكن ما امنش على نفسي، ممكن اروح الوسط ما امنش على نفسي، طب فين الامن؟ فالامن لابد من قرار سيادي انه يديله الثقه في نفسه علشان هو يشتغل. لكن بكده ما يشتغلش، طب انا هروح وين كمواطن؟ انا كمواطن هروح فين؟ انا لا عارف اروح لمديريه امن ولا. طب بيحصل كل يوم عندنا ضرب نار ومشاكل، يعني انتهى العنوان الى من يسأل، من نسأل عن الامن، ده عنوان من يسأل عن الامن. ده عنوان، يعني اقصد ان العنوان تطرق باب من حتى يعني يتحقق الامن. لابد انت لا. تقول ان يعني لا نجد مديرية امن، لا نجد رجل شرطة في الشارع، يعني تاهت الحقيقة. يعني هقول لك حاجة، كان عندنا مدير امن الله يسأل عليه يعني 10 على 10، وشاركنا مشاكلنا وشاركنا احزاننا وشاركنا الفلتان اللي في الشارع. مين اللي هو المصري ولا مين؟ المصري. اتغير ماشي، جه مدير امن راجل محترم وعلى عيننا وراسنا وتمام، لكن ملوش فعاليه في الشارع، قاعد في البيت.
طيب ننتقل من هذه الكلمة، يعني كيف يفعل يعني مدير الأمن الذي يأتي على رأس المؤسسة الأمنية وهو مساعد أول وزير الداخلية هنا في شمال سيناء، كيف يفعل دوره في الشارع؟ ما هي الرسائل، رسائل الطمأنة التي من خلالها يفعل دور أبناء سيناء في المساعدة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار؟ دعنا نتكلم بداية بصراحة، ما رسالة الطمأنة في ظل غياب هيبة الأمن؟ أنا أرى وعايز أخذ القضية لبعد آخر، أن هناك لهو خفي في هذه المنطقة لصالح إسرائيل بأيادي بعض الخارجين عن القانون لإحداث بلبلة في هذه المنطقة، ومن ثم هيمنة إسرائيل تحديدا على هذه المنطقة. ونرجع لمخطط كونداليزا رايس، تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ، بحيث أنه يفصل سيناء ويعزلها. أول نقول أن في لخبطة أمنية موجودة، اضرب الغاز، اعمل فوضى في الأنفاق، اعمل تجارة سلاح، اعمل تجارة أعضاء، اعمل تهريب للصوماليين من خلال والأريتريين والجنوب أفريقيا من خلال وسط سيناء، كل ده مدبر لصالح إسرائيل. وماذا ستفعل الأجهزة الأمنية في ظل انكسار الهيبة؟ احنا المسؤول عن هذا الانفلات الامني غياب رجل الشرطة ورجل القوات المسلحة. عندك اليو ان يعني الدولي، ما هي ما دور الدولي ده اللي احنا بندفع له مليون او 800 ألف شهري؟ حاتم، ما هي الاجراءات التي من خلالها نعيد الهيبة لرجل الشرطة من وجهة نظرك؟ بداية اتفاقية كامب ديفيد يجب وقفها، ما فيش حاجة اسمها تحديد طبعا يعني عدد. نحن نتحدث عن قضية أمنية، نتحدث عن قضية مصرية خالصة الأمن، قضية يعني احنا لا يجب أن نشعب الأمور. يعني كيف يعاد، كيف يعاد أو تعاد الهيبة إلى مؤسسة الدولة، خاصة رجال الشرطة في الشارع؟ هو طبعا بالتعاون مع الجميع، لكن ماذا تريد من مواطن او شيخ قبيله؟ الاعطاء رجل الشرطه الثقه يا استاذ. انا عايز ادي اطمن رجل الثقه، اعطاء رجل الشرطه الثقه في نفسه، لانه رجل الشرطه فقد الثقه في نفسه. فطالما فقد، انا فقدت الثقه في نفسي، انا مش قادر اواجه واحد. لكن لو دور الشرطه ادوها الثقه في نفسها، هتواجه كل الخارجين على القانون وهتظبط البلد. وانا متاكد ان الشرطه قادرة انها تزبط البلد في خلال يعني فترة وجيزة. انا بكلمك بامانة، ولكن بالطريقة دي انه ما ياخدش ثقة في نفسه مش هيقدر يزبط البلد. طب يعني مهندس عماد، يعني يعني اجراءات بناء الثقة ومد جسور الثقة مع رجال الشرطة مجددا، يعني هل يمكن ان نلخصها في كلمات محددة في اجراءات معينة يجب اتخاذها من قبل رأس الهرم التنفيذي الرئيس محمد مرسي وجهاده التنفيذي المعاون الحكومة؟ طبعا حضرتك، أنا من الأول قلت أن الحل حل سياسي، وحل سياسي على كل المستويات. ويبدأ هذا الحل السياسي أن لا يوجد أمن في أي دولة في العالم دون ردع. إذا لم يكن الأمن لديه القدرة على الردع ولديه القانون الذي يحميه، بس هي النقطة دي، إذن لا تعتقد بعودة الأمن على مستوى جمهورية مصر العربية. هي النقطة دي. هناك كان في هناك مجلس شعب وانحل. هذا المجلس لم يشرع أي قانون لحماية رجل الشرطة إذا استخدم صلاحياته، بل وجدنا أن هناك من بعض أعضاء مجلس الشعب اللي كانوا موجودين من يريد أن ينتقم من الشرطة. أنا هنا أقول أن الشرطة ظلمت فيما بعد 25 يناير، ظلمت يعني الشرطة كانت ظالمة. ثم جاء أكلمك دقيقة واحدة، أكلمك من يحاول أن يقنعنا أنه يجب القضاء على الشرطة بالكامل. هذا شيء في منتهى الخطورة. على رأس الهرم محمد، الدكتور محمد مرسي، أن يعطي رجل الشرطة الثقة ويعيد إليه الهيبة حتى يعود الأمن. يعني ألا تعتقد يعني المجيء باللواء أحمد جمال الدين وما هو معروف عنه يعني من ثقل وعلاقات طيبة مع قيادات الشرطة هو خطوة يعني في الطريق الصحيح من أجل إعادة الثقة وإعادة يعني الهيبة إلى رجال الشرطة مجددا؟ أتمنى. يا محمد دعنا نتكلم ونقول الواقع والحقيقة. يا أستاذ محمد، نحن نرى، أنا كنت متظاهرا، نحن نرى الآن من يقطع الطرقات والشرطة لا تتخذ أي تصرف أمني، نرى من يحاصر القصر الجمهوري والشرطة لا تتخذ أي تصرف أمني. فإذا كان بيت الرئيس يحاصر ولا يتخذ أي إجراء أمني، تغلق الطرقات أمام بيت رئيس الجمهورية ولا يتخذ أي تصرف، يجب أن نبحث عن السبب. ما هو السبب؟ الشرطة عاجزة، الشرطة غير عاجزة،
شرطة قوية، الشرطة المصرية قوية تستطيع أن تعيد الأمن إلى البلد. هناك أخطاء حدثت من الشرطة وبالأخص في جهاز بحث أمن الدولة، وكان النتيجة إحراق هذا الجهاز. هناك إفراجات تمت على بلطجية، وأنا ضد الإفراجات التي تتم على أي محكومين بأحكام جنائية، لأن هؤلاء يجب أن ينفذوا الأحكام الجنائية. نريد أن يعود الأمن إلى سيناء وأن يعود الأمن إلى مصر. طب ننتقل يعني ننتقل يعني هناك طلبت يعني هناك اتفاق. انت طلبت عنوان مهندس نور، طلبت عنوان بس انا بدي ارد على جزئيه بسيطه. اتفضل. طلبت عنوان، اخذ بالك بيش، اخذ بالك العنوان اللي هو يوصف او يوضح كيف الخطه الامنيه في شمال سيناء. طبيعتنا طبيعه شمال سيناء وجنوب سيناء، خلينا في الشمال احنا الحين، في الشمال تختلف عن اي محافظه. اذا في اوجه الاختلاف، اوجه الاختلاف في بطبيعتها بالبر والحضر، تضاريس التضاريس والحدود تختلف. اذا ما كانش في تعاون بين المخابرات الحربية وحرس الحدود والداخلية مش هرجع لأمن، لأنه طبيعتنا تختلف. محتاجة الداخلية مع الحدود مع المخابرات الحربية علشان ترجع الأمن في محاور شمال سيناء، مش في العريش بس، لأن العريش بس هذه خد بالك ممكن يسيطر عليها، لكن خارج العريش في ناس ضارة كل محافظة شمال سيناء، في ناس موجودة من الداخل ومن الخارج. إذا ما كانش في دفعة أو في أخد بالك الجيش يحط ايده في الموضوع مع الداخليه، قلت لك بدايه الموضوع انه في ناس قاده محترمين ورجعوا القضايا كلها اللي كانت فتره الرئيس السابق وعدوها من جديد، يشوفوا مين المظلوم ومين الظالم. يعني انت تتحدث عن الناس الموجوده يعني كفاءات، يعني عن دور القوات المسلحه، التعاون ما بين الجيش والشرطه والقوات المسلحه طبيعتنا. يعني يفترض انه كلما اقتربنا من الحدود تزاد الكثافة لرجال القوات المسلحة طيب يعني الجميع يتفق أن المنطقة ما بعد العريش حتى رفح يعني خالية تماما من الأمن. لا هل يعني هل في القوات المسلحة موجودة؟ الشرطة خالية موجودة بس مش موجودة خد بالك بالعدد المطلوب. وبعدين حتة الجيش لو حب كان بديفد منطقة جيمة محددة بعد القوات والتسليح، التعديل مطلوب يعني في الاتفاقية، الاتفاقية بتقدرش تلغيها ولا بتقدر تتحرك يعني سياسة الدولة. حددت عدد الأسلحة ونوع المركبات وعدد الأفراد في المنطقة جيم اللي هي المنطقة حضرتك بتتكلم عليها، وبعد كده جي عليها ملحق فيلادلفيا اللي حط 1500. يعني هل معنى ذلك حتى يعني يعاد الأمن أو نستعيد الأمن في شمال سيناء أو سيناء لابد أن يعاد النظر في ترتيبات كمدينة؟ الترتيبات لا اتفضل سنور، اتفضل فندم. هي الجزئيه مش خد بالك ترتيبات في عاده، لانه في اتفاقيه حصلت يعني التعديلات هتكبه تزويد عدد القوات الموجوده بالاسلحه اللي هي خد بالك اللي مطلوبه للمكان. فاحنا عمال بنقول وكنا بنتناقش انه المفروض الداخليه تطور من نفسها في الاسلحه الموجوده في العربات الموجوده، ليه ما يكونش في طيارتين للداخليه في شمال سيناء؟ لانه احنا طبيعتنا تحتاج طيارتين. ليش ما يكون عند الجيش في 20 عربيه هامر موجودين اخذ بالك استطلاع بفرقه استطلاع ان هي اخذ بالك تلم المحاور هذه كلها؟ استاذ محمد بعد اذنك تفضل. استاذ محمد ما احنا قبل الثوره كانت عدد القوات قليله وكان الامن منضبط والحدود ممسوكه وتمام 24 ساعه. ايه اللي حصل اللي حصل طبعا فلتان امني جامد، طبعا تدخلت ايادي خارجيه لها خاطر في الفلتان ده علشان اهدافها اللي هي احنا ما نعلمهاش. لكن انا بقول لك هل اطراف الخارجيه دي ممكن نسميها ولا اسرائيل نسميها اسرائيل بقول لك إيه؟ اصلا اسرائيل هي مش عايزه بشر، اسرائيل عايزه ارض، فهي طمعانه في ارض سيناء علشان اقل حاجه تبعد الفلسطينيه عنها. يا استاذ محمد في مخطط، انا شخصيا بقوله ومن زمان بقوله، في مخطط على سيناء، والمخطط ده أنا لا أعرفه ولا أنت تعرفه ولا ساعتك تعرفه، اللي بيعرفوه اللي فوق ماشي؟ فأنا أخاف إنه يتنفذ في الأيام اللي جاية أو في الشهور اللي جاية أو في سنة أو في سنتين جايين. طب يعني أستاذ حاتم أنا أنتقل من هذه الكلمة، يعني إحنا دائما وربما يلام علينا دائما نعلق شماعة الفشل بتاعتنا على أطراف خارجية أو دائما نظرية المؤامرة الحكومية، يعني من مصلحة الآخر أن يرانا كما نحن، أن يرى مصر هكذا بالزبط. أن يتدخل، يعني ماذا يجب علينا أن نتصدى لمثل هذه المؤامرات، لمثل هذه المحاولات للتدخل وزعزعة الأمن والاستقرار؟ سيادتك إحنا ضد نظرية المؤامرة، لكن إسرائيل لها تجربة في سيناء، وسيناء هي العمق الاستراتيجي لإسرائيل،
وعايزه يعني لا من هذه المنطقه لا احد يستبعد كويس. لا احد يستبعد او يؤكد كويس. هذه الحقائق، ولكن نحن نتحدث، نحن امام حقائق الان. ماذا يجب علينا ان نفعل حتى نجاب هذه الحقائق؟ احنا كنا نتدارك المساله. اعتقد ان المخابرات الحربيه قادرة على تفهم عقلية المواطن المصري مثلما كانت تتعامل مع الملف الأمني ومع ملفات منظمة سيناء العربية من قبل اللي أسسها السادات سنة 69، والتي تعرف أبناء سيناء فردا فردا. هذا الجهاز مع الأجهزة الأمنية الموجودة يستطيع أن يضبط الأمن بشكل فاعل وشكل حاسم. والمسألة بسيطة، بس تراخي الأمني من رجال الشرطة ومن القوات المسلحة تراخي لدرجة إزاي ما منطقة الشيخ زويد ورفح ما لقيش قسم شرطة. يعني إيه انضرب قسم شرطة؟ ما انضربوا في العريش وتصلحوا وبدأوا يشتغلوا. أسيب المنطقة دي من العلامة واحد للعلامة 91، كل الحدود دي أسيب لصالح مين؟ هناك مخطط، هناك تراخي. احنا مش عايزين نقول يعني ايام من حبيب العدلي والايام دي. طب فين الايام دي؟ هل هذا اين الامن؟ هل هذا التراخي هيئ المناخ لتجاره رائجه من السلاح في سيناء؟ سيادتك احنا لازم نقر في كل التجارات، كل في سيناء موجود. مش سلاح وبس، تجاره اعضاء وتجاره سلاح وتهريب وتجارات ممنوعه وانفاق وغيره لصالح اما لصالح الفلسطينيين، واحنا بنقول لصالح الفلسطينيين دول بنمدهم مثلا بالاغذيه، لكن مسألة السلاح دي هي بتاخدها إسرائيل تكيئة علينا أو على مصر لضرب إما الفلسطينيين جوه أو لإعقد صفقة مع المصريين. اضغط على مصر لحسن السلاح، لحسن كذا، لحسن كذا. فالمسألة بتبقى أخدها شكل آخر. هناك لهو خفي في سيناء أيام كونداليزا رايس، الآن ما قالته هذه الشنطة الأمريكية يخطط وينفذ الآن. للأسف مش عايز أقول على سمع ومرأة القيادات، فين معلش مع احترامي لكل قيادات القوات المسلحة، فين المشير ودوره في رجال الشرطة؟ أنتقل حق سليمان، بس أستاذ محمد عندنا أسلحة وعندنا غيره. ماشي ماشي أستاذ حاتم. أستاذ محمد أنا بقول لك الأمن في سيناء، إحنا محتاجين الأمن في سيناء، والامن مش الامن يشتغل. يحتاجه الجميع ليس في سيناء فقط، يعني كل الجمهوريه ده ما فيش كلام. انا بقول لك الامن مش هيشتغل، لازم تدي ضابط الشرطه وعسكري الشرطه ومجند الشرطه الثقه في نفسه علشان يشتغل، ولازم تدي له قرار انه تحميه. مش كل ما يعمل له عمله صغيره يمسك واحد ولا يمسك بتاع يروح يشكي يروح النيابه. بترضى كده؟ طب الامن مش هيشتغل بالطريقه دي، لازم قرار سيادي يحمي رجل الشرطه وظابط الشرطة علشان يلاقي أقل حاجة يديله ثقة في نفسه. طيب خليه يشتغل. أنا بآمل من وزير الداخلية اللي جه وإحنا بنعرفه، قعدنا معاه كذا مرة في مديرية أمن شمال سيناء، وبصراحة إنه راجل فاهم وفاهم الأمن، فأنا بآمل منه إنه يضبط الأمن ويدي راجل الشرطة قرار سيادي إنه يرجع له الثقة في نفسه ويرجع الأمن للجمهورية كلها مش على سيناء. طب يعني برضه الأمن في سيناء أعتقد مرتبط ان يعني كثير من ابناء سيناء يحسون بالغبن شويه، يعني بعضهم موضوع التمليك، موضوع التوطين، موضوع الهويه. يعني هل لو اتخذت اجراءات في هذا الافراج عن المعتقلين السياسيين؟ اكيد. هل لو اتخذت مثل هذه الاجراءات أكيد. يعني أكيد. ستبعث في الروح؟ اكيد. احنا نامل انه كل الامور تروق، عشان احنا بيني وبينك زي ما قال الاستاذ عماد، يعني بيني وبينك المواطن السيناوي هنا عندنا، حتى انت لو تشوف البدوي حتى لو تلاقيه غلبان بتلاقيه عنده كرامه وعزة نفس. يعني كان في عليه ظلم، وكان عليه جور، فإحنا عايزين إنه وزير الداخلية برضه ينظر بالعين دي إنه إذا كان واحد معتقل مظلوم، واحد مسجون مظلوم يطلعه. طب ننتقل عشان الأمور ننتقل معلش. سألت الغبن دي إحنا بنرفضها. يعني ناقصين الحديث، يعني ناقصين هم اللي بيرفضوا المسألة. لا يعني مسألة ما يعاني منه أبناء سيناء أو ما يشكون منه فيما يتعلق بأنهم ربما يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، مسألة يعني هذا الحديث يتردد كثيرا. يا أستاذ محمد سيبك من إحنا كلمة درجة ثانية، وإحنا ناس مصريين درجة أولى. مظبوط. وكله واخد بالك محافظة زي أي ولكن محافظة، ولكن هناك من يتحدث عن هذا الأمر. ولكن حتة إن أنا أخد بالك الترخيص والأرض والتمليك، هذه موضوع ما عمره منزع
وطنيتي ولا ينزع خد بالك جنسيتي وطني. هذا كلام صغير. حتى البلبله والعيد فيه المفروض ملوش لازم خالص. سيبك من قناه عالميه او واخد بالك ان هي تقول اصله بدرجه ثانيه ودرجه ثالثه. احنا عندنا من الوطنيه زي الدرجه الاولى عند الرئيس محمد مرسي. احنا وطنيتنا وطنيه محمد مرسي واحد. صحيح. اخد بالك ومن قبله من يوم السادات وجمال وقبله. يعني بالفعل يعني كان لنا نقاش على الافطار احنا ناس مع بعض من اهالي وابناء سيناء وتحددوا بالفعل نحن لا نريد اي مزايا اضافيه او اي تخصيص يعني يخص ابناء سيناء. نحن مصريين يعني كاي مصري في اي مكان مصري في اي مكان ولكن في 26 محافظة. ولكن نحن نتحدث عن واقع الان بس يعني كثير من ابناء سيناء يقول انني يعني يصعب ان امتلك عقدا ب تمتلكه ملكيه منزلي مثلا. لا 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 موجود والترخيص موجود وفي الاسماعيليه في العقد الاخضر بيطلع لكل واحد من شمال سيناء اخذ بالك. بس يمكن اجراءات حته محافظه ثانيه. طب اخذ رايي بس المهندس عماد من محافظه ثانيه يمكن صعبه شويه يعني. المهندس عماد اخبرك في هذا الموضوع. هو حضرتك حظر التمليك على الارض وليس على الافراد. دي القصه اللي الناس لازم ايه تفهمها كويس. لا هو سيناء منذ ايام احفوس تعاملت معها الدوله المصريه على انها ساحه معركه. وجاءت القوانين وتم تمليك الاراضي لبقيه انحاء الجمهوريه عن طريق انشئ شهر عقاري في كل جمهوريه ما عدا سيناء. فاستمرت المشكله حتى الان. لكن لا انا بستطيع اتملك في سيناء بشكل قوي ولا حضرتك ولا ابن الصعيد يقدر يتملك في سيناء. لكن في نفس الوقت انا يا ابن سيناء اقدر اتملك في القاهره. يبقى حظر التمليك ده موجود على الارض دي ودي مشكله في طريقها للحل. يعني انا لا ارى ان هذه المشكله لا تؤثر على وطنيه ولا تمييز ولا تؤثر على الامن نهائيا. لان المشكله دي في طريقها للحل اساسا. يعني احنا اخذنا وعود كذا مره واعتقد انها تقريبا شبه محلوله. فدي ما بتاثرش علينا خالص. وحكايه ان احنا مواطنين درجه ثانيه والكلام ده الكلام ده فعلا كان قبل الثوره. كان هناك تجاوزات تمت من الداخليه وتم تضخيمها اعلاميا وبتاع. لكن الحمد لله فيما بعد الثوره نحن الان نحس ان احنا مواطنين درجه اولى. ويقول لك انه المشكله الامنيه اللي هي اساسها والله حل سياسه يا جماعه. يعني مثلا موضوع الانفاق ده هو من ضمن الاسباب الخطيره جدا اللي يجب ان يكون الامور معروفه فيها كويس. يعني هتكلم كلام فيها بعد اذن حضرتك. طب انا اسالك يعني دلوقتي يعني بعد التغير الكبير الذي حصل في مصر يعني هل هناك حاجه ماسه الى استمرار الانفاق اذا كانت يعني الامور يعني تيسرت ويمكن فتح المعبر انا بقى هتكلم بقى مع حضرتك في النقطه دي. النقطه دي من اخطر ما يمكن. ليه بقى؟ النفق هو عباره عن انبوب له طرفين. الطرف المصري خارج السيطره. الطرف الفلسطيني بتاع الانبوب يقع تماما تحت سيطره حركه حماس. حركه حماس هي حكومه اخوان المسلمين. رئيس الجمهوريه في مصر اخوان المسلمين. ونحن النهارده في زمن حكم الاخوان المسلمين. يستطيع الدكتور محمد مرسي بحل سياسي وبتعديل اتفاقية المعابر مع إسرائيل ان احنا نسمح لقطاع غزة بدل ما ياخد حاجته من تحت الانفاق ياخدها بشكل رسمي. يبقى هنا هتصبح الانفاق معدومة الفائدة. وخاصة ان الانفاق تكلف تكلفة عالية جدا وتسبب مشاكل. يعني تسرق السيارة ولكن يعني هي مربحة مربحة لصاحبها. يعني انا ما واحد يسرق سيارة من القاهرة ويدفع 8000 دولار عشان يعديها. هل يمكن تمرير سيارات من ممكن تمرير سيارات من الانفاق واشخاص وكل حاجة مربحة لفئة معينة لكم واحد لمية لمتين لتلتمية. لكن لو فتح المعبر يبقى في بلد هينفتح عليها دولة ثانية كله يدخل رسمي. لا احنا في الموضوع ده انا استفدت وانت استفدت كل بلد استفادت. وموضوع بشكل رسمي وموضوع قانوني مش موضوع في الكفة. محمد كان مقترح انه يتعمل منطقة تجارة حرة في رفح على سبيل انه الفلسطيني يجي ياخد حاجته وياخد حاجته من عندنا. احنا مش قايلين لا. لكن بالطريقة ده احنا رافضينها. بطريقة الانفاق احنا رافضينها لانه في ناس عملت ملايين وفي ناس غلابة. فاحنا لو 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 تتعمل منطقه تجاره حره وفي منطقه رفح ويجي يعدي ياخد حاجته ويمشي اللي هو متطلباته اللي ياخدها احنا مش قايلين لا. خد بالك. والنقطه الثانيه يا استاذ محمد انت عشان ما نبعدش ان احنا بالنسبه لتمليك اراضي سيناء وبالنسبه لوطنيه اهل سيناء احنا تمليك اراضينا ده خط احمر وبالنسبه لوطنيتنا ده خط احمر ما حدش يتكلم معانا فيه نهائي. لان احنا وطنيين من الدرجه الاولى وبنقول احنا وطنيين واحنا مصريين وهنموت مصريين وهنعيش مصريين. طب كلام اخير استاذ حاتم. يعني اعتقد ان مساله التجاره الحره دي يمكن كان حتى في
برنامج حزب المصريين الأحرار عندنا في شمال سيناء في مجلس الشعب اللي فات، بحيث ان منطقة رفح او منطقة العريش حتى، وخاصة في وجود ميناء بحر هنا، نستطيع ان نمد كل الفلسطينيين حتى يجوا منطقة تسوق. ليه ما يتعمل ده وانت تقلل مشكلة الانفاق تماما؟ لكن ده هنرجع لكلام عماد، ده لابد ان تكون بقرار سيادي وسياسي. من يملك القرار الان؟ هنقول نخاطب المشير، انا بخاطب المشير، وبنخاطب محمد مرسي، وبنخاطب اي صاحب قرار ان يجعل من هذه المنطقة منطقة حرة، ويجي قرار باغلاق كل هذه الانفاق اللي عايز يتعامل تعمل بشكل رسمي، بشكل مكشوف علني، هيريح جميع الاطراف، مش هيخلي حتى قلق عند المستعمر اللي قاعد لنا متربص بينا، وكل شويه عملنا يضرب الغاز ويضرب الانفاق ويعمل قلاقل في هذه المنطقه تمهيدا للاستيلاء عليها. المساله مساله الامن دي من اهم واخطر المسائل. ولكن كلمه اخيره، ولكن مساله حل بسيط جدا. انا ليا كلمه اخيره، انا بس تعديل، انا بركز على تعديل اتفاقيه كامب ديفيد وملاحقها. طب خلاص وصلت الرساله، وصلت الرساله. كلمة استاذ محمد، احنا يعني في عجاله، في كلمات في عجاله، احنا بنطالب المسؤولين المصريين اللي على راس الهرم المصري وعلى راس الدوله المصريه بانه يملكوا ابناء سيناء اراضيهم، علشان تمليك اراضي ابناء سيناء ليهم، انا هعرف المنطقه دي تبع فلان وتبع العيله الفلانيه، لو حصل فيها اي حاجه انا هقول المسؤول عنها العيله الفلانيه. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. فاصل قصير مع الفرقه الشعبيه من ابناء العريش، نعود بعده لفتح ملف التنميه في سيناء. من عطيت صبرك لأيوب، يا من غفرت للعاشقين ذنوب، يا من عطيت صبرك لأيوب، ويا من غفرت للعاشقين ذنوب. يعني يا قلب نكويك بالنار ونقول طاه نزيدك، يعني يا قلب نكويك بالنار ونقول تنزيدك. يا قلب خلفت العار وملت للي ما يريدك، ويا من عطين صبرك لأيوب، ويا من غفرت للعاشقين ذنوب. شيلي يا سمايرا شيلي، وصل العصر وادعيلي، وشيلي يا سمايرا شيلي، وصل العصر وادعيلي، وشيلي 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 شيلي. شيلي يا سمايرا شيلي، كفنها بدياتي. وشيلي 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 شيلي يا سمايرا شيلي، وصل العصر وادعيلي.
هدت حالي وشيله 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 شيل شيله شيل يا صغيرة شيله وصل العصر وتعيلي وشيل يا صغيرة شيله العصر وتعيلي وشيله وشيله وشيل شيل علينا ما قلت لك يا ميمان وبطل يجي علينا وطلعت للشوكه بضربه وغطت الشوف علينا وشيلي وشيلي وشيل شيل شيلي يا ريتني سمى الموت وتشرب مني حماتي يا ريتني سمى الموت وتشرب مني حماتي وتشرب مني حتى تموت وكفنها بدياتي وشيله وشيله أشيل شيل شيله شكرا للفرقة الموسيقية بقيادة المطرب حميد إبراهيم وفرقته الشعبية من مدينة العريش، وأهلا بكم من جديد لاستكمال الملفات الساخنة التي يهتم ويترقب أبناء سيناء على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة. الآن نفتح ملف التنمية في سيناء. للحديث عن هذا الموضوع معنا المهندس عبد الله الحجاوي مدير عام البيئة السابق في شمال سيناء، معنا أيضا الأستاذ خالد عرفات من حزب الكرامة، ومعنا المهندس توفيق الغزالي صاحب شركة مقاولات، وأيضا الأستاذ عبد الحميد سلمي مستثمر من أبناء سيناء. نبدأ بالمستثمر، ما هي البيئة الملائمة والجاذبة للمستثمرين من أبناء سيناء ومن خارج أبناء سيناء؟ سعادتك، احنا بنبحث عن بيئة تكون آمنة للاستثمار في سيناء منذ وقت طويل، ولكن دخلنا في منعطف معوقات الاستثمار عندنا هنا في شمال سيناء. ايه أهم المعوقات دي؟ أهم المعوقات طبعا الملف الأمني اللي ساعتها كنت بتناقشه مع الإخوة والزملاء اللي السابق ده أهم شيء ومن المعوقات الأساسية. المعوق الآخر إنه ما فيش تمليك لأراضي أهل سيناء لأهل سيناء، والأمور اتخذت كلها بحاجة اسمها حق الانتفاع. فحق الانتفاع النهاردة البنوك المصرية لما أنت كمستثمر تروح عشان خاطر تعمل مشروع ولك هات عقد الأرض، عقد تمليك، عقد التمليك. فما فيش عقد تمليك يبقى إيه الأمور بتتوقف، لأنه حق الانتفاع لا يؤخذ به كضمانة للإيه للقرض. حاولنا مع كل المسؤولين على أن يوضع قانون يلزم البنوك المصرية كلها والبنوك العاملة في مصر بتمويل المشاريع في سيناء على أساس حق الانتفاع، وده حقنا زي هو ما بيمول كل المشاريع على مستوى الجمهورية يمولنا إحنا في سيناء، يمول المشاريع
لانه من غير كده مش هيحصل تنمية. النهارده لما نعمل مشروع، المشروع ده بيكلف مليار او مليار ونص، ونيجي نقول للبنك تعالى يا بنك مول هذا المشروع، يروح البنك يقول لك انا اسف ما فيش معاك تمليك. الى جانب الامن والمعوق اللي يتعلق بحق الانتفاع، ايه المعوقات الاخرى؟ المعوقات الاخرى في حاجه اسمها ترفيق المناطق الصناعيه في سيناء. اين هذا الترفيق؟ لا يوجد على الاطلاق، ما فيش حاجه اسمها ترفيق لاي منطقه صناعيه في سيناء. كل المناطق الصناعيه الموجوده في سيناء بيستنين عشان يجي المستثمر هو اللي يرفق هذه الايه المشاريع، سواء من كهرباء، سواء من ميه، سواء من صرف صحي، سواء من خلافه، من طرق، كل الكلام ده بتكلفه، ما هوش ايه مش ببلاش، من غاز، من كله الكلام ده بيكلف على المستثمر كم كبير من الايه الاموال، من الاموال. انا النهارده جاي استثمر، طيب ما في عندي في المحافظات الثانيه ارض مرفقه، وفي عندي جاهزة، وفي عندي الاسفلت، وفي عندي الطريق، وفي عندي الكهرباء، وفي عندي الغاز، وفي عندي الميه، ايه اللي يحدفني في سيناء عشان اروح استثمر طالما ما لاقيش الكلام ده موجود قدامي؟ فده ترفيق المناطق الصناعيه، ده اساس، واساس معوق كبير، زائد اللي هو الايه الامن، زائد اللي هو عدم اصدار قانون يلزم جميع العاملين في البنوك المصريه، والبنوك المصريه كلها بتمويل المستثمر اللي يستثمر في سيناء. طب ننتقل الى المهندس توفيق، يعني انت كمستثمر في العقارات، هل هي نفس المعوقات التي تقابلك كمستثمر عقاري هي نفسها التي تقابل يعني الاستاذ عبد الحميد كمستثمر حر؟ يعني تقريبا هو حضرتك الحاجه الاساسيه من سنه 79 ومن اول عوده سيناء الى الوطن الام مصر واهلنا واحنا وكل شمال سيناء بتناشد جميع الحكومات اللي على مدار هذه السنين انها تملك ابناء سيناء الارض. لان النهارده انا كمستثمر في مجال المقاولات هنشئ عماره سكنيه، هنشئ عماره سكنيه، النهارده هبيع العماره السكنيه. اي حد هيجي من الوادي يشتري مني من هذه الشقه مش هيشتري شقه في الهواء، لازم حضرتك يشتري مني في الارض كمان. طب انا ما اقدرش املكه هذه الارض، ودي نقطه رئيسيه وجوهريه في شمال سيناء. نمره 2 زي ما اتفضل الاخ عبد الحميد، الميه والكهرباء، احنا النهارده مش قادرين نغطي شمال سيناء كاستخدام شخصي للمواطنين القليلين اللي في شمال سيناء، لا في ميه ولا في كهرباء. لو جت الميه بتقطع الكهرباء، لو جت الكهرباء بتقطع الميه. الطرق عندنا تقريبا تكاد تكون معدومه في شمال سيناء. فالثلاث محاور دول هم اللي الرئيسيين، لو الدوله ونشدنا كتير الدوله انها تبص للحاجات دي هتيجي الاستثمارات، وهتيجي اخواتنا من الوادي والمستثمرين العرب، وجات ناس كتير على فكره شمال سيناء وللمحافظ هنا وعلى كذا محافظ على اللي مسكوا تقول شمال سيناء. طب الاستاذ خالد عرفات، استاذ خالد عرفات، يعني ما السر وراء تاخر ازاله هذه المعوقات؟ يعني ربما يتفهم البعض ان المساله الامنيه ربما مرتبطه باحداث التي عقبت ثوره 25 من يناير، لكن قبل ذلك كان يعني هناك استقرار والامن يعني عم جميع ربوع سيناء. يعني ما السبب في تاخير إزالة المعوقات للتنمية في سيناء من وجهة نظرك؟ يعني هو أنا هتكلم برؤية سياسية. تفضل. أنا لا مستثمر ولكن أرى يعني مشاكلهم وأرى. ما أنا أعتقد أن السياسة هي. هي 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 بالموضوع. إحنا عايشون ما قبل 25 يناير وما بعد التحرير حتى 25 يناير في وهم تنمية سيناء. وهم كبير اسمه تنمية سيناء. مجرد شعارات ترتفع من القيادة السياسية في الصحف وفي التلفزيون، ويجي في آيات سيناء وعملنا ترعة السلام وعملنا وعملنا وعملنا، وكلها إنجازات وهمية لكن لا تحقق على الأرض الشيء، لا تحقق الأمل المنشود للمواطن في سيناء. يعني ما فيش إرادة سياسية لتنمية سيناء حقيقة ما قبل ثورة 25 يناير وما بعد ثورة 25 يناير. هل هو نتيجة ضعف أمكانيات ولا في تعمد؟ لا يعني ما فيش قدرة سياسية، ما فيش إرادة سياسية. سيناء حتى الآن لم تحرر، سيناء مقيدة بكم ديفيد. كيف نتحرر من قيود كم ديفيد على سيناء؟ كم ديفيد هي اللي بتوضع السياسات التنموية والأمنية في سيناء كلها. لما تتوفر الإرادة السياسية مثلا في الجنوب كانت في إرادة سياسية، ليه؟ لكن لأنه كان في ضوء أخضر من أمريكا وإسرائيل شركاء كم ديفيد، لأن تعرف أن سيناء ممنوع أي عمل تنمو في سيناء غير بموافقة شركاء كم ديفيد. وللأسف حتى الآن سيناء مقيدة بكم ديفيد ببنودها
ومبادئها الموجودة اللي وافق عليها النظام السياسي. طب يعني نشوف يعني أكمل. معلش ننتقل نعود لك مجددا مهندس عبد الله الحجاوي، أنت كمدير عام للبيئة الأسبق، يعني ألا تعتقد أن سيناء تمتلك مقومات يعني بيئية لتنمية حقيقية، سواء على مستوى التوطين في سيناء، على مستوى الزراعة، على مستوى الصناعة؟ يعني رؤيتك لهذا الموضوع إيه؟ هو يعني أولا شمال سيناء، حتى سيناء كلها نتكلم سيناء كإقليم، يعني للأسف الشديد أولا هي تتمتع فعلا بموارد تعتبر موارد دولة كاملة ممكن يبنى عليها بالفعل آمال مصر كلها. أيضا احنا بنركز على التنمية ليس جانب إحصائي، لأنه من السهل جدا حضرتك لو نزلت على أي شبكة معلومات أو أي مركز معلومات هيقول لك أنا عندي كذا رخام وعندي كم فدان وعندي كم متر مية، لكن المشكلة أن احنا أهملنا مورد التنمية البشرية، وده أكبر مورد من موارد البيئة. صحيح. البشر نفسه هو اللي هيحرك، هو اللي هيصنع، وهو اللي هينتقل، وهو اللي هيسوى. للأسف الشديد المزاج النفسي أو العامل النفسي لأبناء سيناء للأسف لم تتعامل معه الدولة كما يجب. هل من وجهة نظرك مهندس عبد الله، يعني هل مصر ما لديها من قدرات، ألا تستطيع يعني على الأقل إذا كانت هناك إشكاليات في التمويل فيما يتعلق بإقامة مشاريع أو مدن صناعية، هل هناك مشكلة في يعني يقول التحدي الأكبر لسيناء هو أن تتم التنمية البشرية، أن يتم جلب سكان من الوادي إلى سيناء؟ تمام. هل هذه فيها مشاكل من وجهة نظرك؟ أعتقد أن زي ما كان ذكر فعلا زميلي أنه لا توجد على الإطلاق أي إرادة سياسية لتنمية سيناء حتى قبل الثورة. احنا لو تشوف الجانب النفسي لأي ابن أبناء سيناء واعي ومطلع ويتابع يشك تماما أن هناك نية لتنمية سيناء، لأنه حتى الآن لا يوجد أي مشروع ضخم أو قوي قامت به الدولة لتفصح عن نيتها في هذه التنمية. كلها مسكنات يعني؟ لا مش مسكنات، للأسف لا توجد بالفعل، لا يوجد على أرض الواقع. المفروض أن احنا عشان نعمل تنمية لابد أن احنا نمهد ونبني البيت من الداخل ونهيئه للتنمية، سواء فنادق أو اتصالات لوجستية أو ترتيب لوجستي أو حركة انتقالات. أنا هتصور أن هناك مثلا مشروع يتعلق بإنتاج زراعي أو إنتاج مثلا غذائي، تخيل حضرتك عند نقله عبر قناة السويس، شوف المعوقات كيف تكون هناك تنمية وتكون نقطة جمارك على كوبري السلام، كيف تكون هناك تنمية والسيارة أو المعدة اللي بتحمل السلعة تقعد يومين وثلاثة تحت التفتيش. مسألة الأمن دي للأسف الشديد يعني أنا عايز أقول كده منتهى الصراحة، إنه رغم هذه الترتيبات اللي كانت موجودة ورغم عدم الملكية وعدم الاعتراف ونزع الملكية من أهالي سيناء، إسرائيل احتلت سيناء مرتين، إذن لم تكن هذه الجوانب الأمنية فاعلة في منع العدو إنه يحتل سيناء. إذن لابد إن أنا يعني أخلص وانتهي من الجانب الأمني وفكر في جانب آخر. هناك قيادة سياسية وهناك قيادة اجتماعية وهناك أساتذة علوم اجتماع وعلوم سياسة لابد أن يتحركوا بالفعل ويروا حلول لهذه المشاكل. إنما سيناء تقعد 60 سنة مع الإدارة المصرية ولا يحدث فيها تنمية، ده مسألة فعلا تنم عن سوء النية. طب يعني ننتقل أستاذ حميد، هل بالفعل أستاذ حميد هناك سوء نية في تأخر البدء في تنمية سيناء بشكل حقيقي؟ وانا حضر بسيادتك مثل، انا جبت مجموعة مستثمرين من اهل سيناء 88 واحد، وال 88 دول دفعوا 183 مليون جنيه. دفعهم لمين؟ دفعهم لي انا. ورحنا عملتوا جمعية يعني؟ لا، شركة مساهمة مصرية. ورحنا حبينا نستثمر ونعمل مصنع اسمنت في سيناء بكله مصري خالص 100%. راحوا باعونا الرخصة ب 44 مليون جنيه. يعني انت النهاردة احنا في بلدنا وتبعنا الرخصة ب 44 مليون جنيه. قلنا ماشي، اشترينا الرخصة ب 44 مليون جنيه. بعد ما اشترينا الرخصة ب 44 مليون جنيه رحنا يا بنك مولنا. شفت لما اقول لسيادتك مسألة حق الانتفاع، يا بنك مولنا. فضل البنك ماطل فينا 8 شهور، وبعد 8 شهور قال لنا ايه، بنرفض تمويل هذا الايه، هذا المشروع. نرفض تمويل ايه مبررات هذا المشروع؟ المشروع ده بيكلف 1.6 مليار. مبررات رفض ان الايه، الارض بحق انتفاع، ان
الامن مزعزع عندكم. حق انتفاع كم سنه؟ حق انتفاع لمده 44 سنه. مدينا حق انتفاع لمده 44 سنه. وانتوا الامن عندكم مزعزع، وانتوا منطقه حدوديه، ولكن الكلام كل اهليته بيتبلور بانه في هناك تعمد لعدم تنميه سيناء. لانه لو كان هناك نيه خالصه لهذا التعمير لكان اتخذ قرار. يعني هذا المشروع انا بقول لمدير البنك بقول لمدير انت ليه رفضت المشروع؟ قال لي في اوامر بتقول احتفظوا بالمبالغ وما تستثمروش، ما تستثمروش في سيناء، بس مش كتابه، توجيه. توجيه، توجيه ليه الكلام ده؟ ان احنا نخلي سيناء بدون استثمارات، والاول ما يستثمر في سيناء اهلها. لو انا ما شجعتش اهل المكان انهم يستثمروا فيه وشغلوا اولادهم وشغلوا ناسهم، يبقى ازاي هيجي اللي من وادي النيل عشان يستثمر عندي؟ ازاي هيجي المستثمر الاجنبي عشان يستثمر عندي؟ انت مش مدي ابن المكان فرصه انه يستثمر. وبعد الثوره للاسف الشديد ألعن من قبل الثوره. يعني ايه؟ مش هقول لك انه بعد الثوره الارض مفروشه ورد، لا، واخذف الامور في ايه؟ في الانجرار الى الخلف. طب مش يجب ان نكون متفائلين شويه مع الرئيس محمد مرسي؟ يا رب احنا بنرفع دلوقتي، يعني اكف الذراع انه ربنا يوفقه للدكتور محمد مرسي، وبنقول له انه اهل سينا وسينا كلها بتفتح زراعيها للاستثمارات بكل نواحيها، سواء زراعيه او صناعيه او خدميه او كل ما يخطر على بالك من الاستثمارات. وشعب سينا كله مثقف وواعي وجاد ومتعلم ومسيس، ويقدر يتعايش مع كل الامور بكل طلاقه. وبقول لك انه بيفتح زراعيه للاستثمارات، وتوجيه سيادتك للاستثمارات داخل سينا اذا كنت انت فعلا وطني وعايز تحافظ على سينا وعلى ارض سينا، يبقى ادي اوامر بالتعمير، وادي اوامر للبنوك المصريه تمول مشاريع اهل سينا وسينا كلها، علشان خاطر ايه؟ يتكتب لك في السجل انك انت حفظت فعلا وابريت بالقسم انك انت ستحافظ على ارض هذا الايه؟ على هذا الوطن. يعني ده اللي احنا عايزينه ايه؟ من الرئيس محمد مرسي، وعايزين من الحكومه الجديده اللي هي جايه اللي حلفت اليمين النهارده. عايزين من وزير الداخليه التعامل بكل حزم مع كل خارج عن القانون. عايزين من وزير الزراعه ترعه السلام دي تكمل، لانها استثمارات معطله بدون ان تاتي بثمارها، يعني معموله ونقص عليها، شفت اللي بيعمل طبخه حلوه ونقص على شويه ملح. هي شويه الملح اللي ناقصين على ترعه السلام. وعندكم الملح كتير برضه. عندنا الملح من حضرتك، وعايزين الامور ايه؟ تخلص. عندنا الاستثمارات في وسط سيناء زي ما قال الاستاذ بانها طب يعني كامله، يعني من موضوع كاملة. الملح، من موضوع الملح ده رغم انه حاجه بسيطه، يعني هل يعني الملح او الشيء البسيط الذي يعني يحتاج ابناء سيناء لينطلقوا في تنميه اراضيهم بحاجه الى مؤشرات من قبل مؤسسه الرئاسه حتى تنطلق، او من الحكومه الجديده يعني تعطيكم تطمينات ان ما اتي هو افضل، فيعني تفضلوا استثماروا حتى يعني من بين الوزارات في وزاره الاستثمار، في وزاره الاستثمار يعني وزاره مستحدثه بالاستثمار كمان. احنا بنناشد الوزاره دي انها تبص لشمال سيناء وابناء شمال سيناء، لان ابناء شمال سيناء من الناس الجادين في العمل، جادين بدرجه لو الشعب المصري كله على هذه الدرجه زي شمال سيناء لاحنا نفوق كل العالم. شباب شمال سيناء ومهندسينها ودكاترتها من اعلى الناس في مصر. انت ما تتخيلش مثلا شمال سيناء اللي عددها لا يتعدى ال 200,000 فيها كام شركه مقاولات في مصر؟ انا بتكلم على مجالنا. كام شركه مقاولات في مصر؟ فئه اولى وفئه ثانيه، وفي مجال الطرق احنا عاملين تقريبا 70% من طرق جمهوريه مصر العربيه. تقريبا يعني عاملين احنا كمان شمال سيناء عاملين 70% من طرق مصر كلها. الشركات اللي هي اصلا من سيناء، من اهل سيناء، وكلهم مقيمين في القاهره. ليه مقيمين في القاهره؟ مش لاقيين هنا، مش لاقيين العمل. انما لو في عمل موجوده الرجاله، وتيجي الناس معانا اخواتنا اللي في الوادي يساعدونا وننهض بسينا. سينا كنز لمصر، لو فتحته هتغزو العالم كله. سينا كنز، شمال وجنوب هنتكلم، كنز لمصر. فيها الفوسفات، فيها البترول، فيها المنجنيز، فيها الفحم، فيها الملح اللي حضرتك قلت عليه. يعني تفاصيل هذا الكنز يعني يقودنا الى المهندس عبد الله الحجاوي. يعني الجميع يقول ان سيناء على الدوام هي ضره مصر، ده لا شك، وهي العمود الفقري للتنميه، لا شك. يعني انا عايز اضع تصور بسيط. تخيل حضرتك لو ان قناه السويس اصبحت تحت ضغط احتلال اسرائيلي او تهديد اسرائيلي، من الذي يحول حتى الان بين
قناة السويس وبين إسرائيل، هم سكان سيناء، هم أهل سيناء، هي الامتداد الصحراء إذا كنا نسميه صحراء أو امتداد واعد. إحنا حتى الآن هناك مفهوم مغلق تماما فرضوا النظام السابق وإحنا بندفع فاتورته. نحن نحافظ على سيناء خالية تماما مفرغة على أساس نعطل عمليات التنمية ونعطل الموارد. سيناء ما زالت بكر، حتى الآن سيناء ما زالت بكر رغم جميع الأحاديث عن هذه المنطقة، إلا أنها ما زالت بكر، ما زال كما ذكر الزملاء فعلا جميع الموارد موجودة، إلا أنها للأسف الشديد حتى الآن لم تستغل وبتستنزف استنزاف لا ندري ما معنى. هل هو قصور في الفهم؟ هل لا يوجد عندهم خطين اقتصاديين؟ كيف نصدر رمال الزجاج مباشرة إلى تركيا أو إلى أي دولة أخرى لماذا لا تقام مصانع ثم تصنع وأولادنا لا يجدون فرص العمل للأسف الشديد، ويحاربوا في أرزاقهم ثم تتهمهم بالإرهاب وتهم و ده مورد بشري، ابنك في حضنك كيف تلقيه إلى الخارج؟ كيف تحرمه من فرص العمل؟ مسألة منتهى الخطورة أنك أنت لا تعلم أو لا الدولة لا تعامل أو لا تعمل على العامل النفسي لابن سينا. يعني هذا يقودنا إلى بقى الرأي السياسي. أنا عايز أقول بس كلمة بسيطة، نحن جمعية أهلية بقدرات بسيطة، نحن نزرع حدود الآن، نحن نزرع حدود مصر مع إسرائيل، إحنا زرعنا 60 فدان معتمدين على إمكانيات جمعية. زرعينهم إيه بقى؟ زرعينهم زيتون وواعد، لأن إحنا بنستغل المية بدل ما تستغلها إسرائيل. هناك مشروع اسمه مشروع بؤر مياه جوفية. مياه جوفية إسرائيل تأخذ المية، صحيح لا نقول تسرق المياه، ولكن إسرائيل تأخذ المياه من على حدودنا المصرية. لا توجد حدود أسفل الأرض في المياه الجوفية، أمر طبيعي. طب يا أستاذ خالد، يعني كيف يمكن أن نعمم التجربة البسيطة التي تحدث عنها المهندس حجاوي فيما يتعلق بالزراعة والاستزراع بعد أن يهيئ أبناء سيناء نفسيا كي يعودوا إلى أحضان سيناء؟ هو طبعا أبناء سيناء مهيئين طبيعي، لأنهم قاعدين يعني ما فيش كلام ما فيش حاجة نفسية بينه وبين أرضهم وبين بلدهم. هم مهيئين، ولكن يحتاجوا إلى إشارة البدء، هم يعني ولا منتظرين إشارة البدء من حد، يحتاجوا إلى تمكين، واخد بالك؟ هم شغالين بجهودهم الذاتية وزرعوا حوالي يمكن 300 ألف فدان بالزيتون والخضروات وكل أنواع المزروعات الموجودة في سيناء، حتى أنهم بصدروا هذه المنتجات إلى المحافظات الأخرى. يعني هم مهيئين نفسيا، ولن يفصلهم أي قرارات، لا قرار 14 ولا قرار ما أعرفش ولا حق انتفاع. هم مؤمنين إن هذه أرضهم ومحدش حاجة. خلينا أسألك سؤال يعني ربما يعني يعني خطر على بالي الآن تحديدا. يعني عندما يأتي أي من أبناء سيناء أيا كان المنطقة التي يقطن فيها ويقوم باستزراع منطقة، هل هناك من يتصدى له ويقول لا تزرع ولا؟ بيتصدوا لي، مديريه الزراعه بتصدوا لي، ما ترضاش تفحر لي بير، ما ترضاش تمدوا بشبكه ري حديثه، كل المعوقات قدامه. لكن ابن سينا بطبيعته اللي تربى في هذه الارض ويعني وقدر يقهر هذه الصحراء ويقهر هذه الجبال، برضه يقهر اي مسؤول وينفذ هو ويزرع الارض ويزرعها برغم هذا التحدي، برغم هذا التحدي اللي امامه والممنوعات الكثيره في كل حتة، ممنوع في المحافظة، ممنوع في المديرية، ممنوع في كل شيء، في البير ممنوع، في شبكة الري ممنوع، في الجمعية ما يدهش الحاجات اللي مفروض المخصصات المخصصات، ويتغلب على كل هذا بجهده الذاتي ويزرع الأرض. ابن سينا اللي قدر يعيش هنا بدون دولة، يعني احنا في أيام تاريخ كثيرة ما كانش في دولة مركزية بتحكمنا، كان ابن سينا هو يحكم نفسه بنفسه ويزرع ويعيش وقدر يحقق ذاته في هذه الأرض في هذه الصحراء، لدرجة أن كثير من أبناء سيناء يشتغلوا في باقي المحافظات، في العونات اللي هم موجودين، في تشكت هم موجودين، خبرة منتشرين في كل مكان. لما ضيقوا عليهم في زراعة أرضهم انتشروا في الأماكن الأخرى، ولكن سيعودوا مرة أخرى لتعمير بلدهم برغم أي قرارات. إذا ما كانش في إرادة سياسية، لكن في إرادة شعبية لأبناء سيناء أنهم يعمروا هذه الأرض، ده ما فيش فيها كلام يعني. ودي منطقة تاريخ، وده التاريخ فهم أبناء سيناء والجغرافيا أنهم هم متجذرين في هذه الأرض، محافظين على هويتها المصرية العربية. طب أستاذ حميد، يعني كيف تتلاقى يعني هذه الإرادة الشعبية مع يعني قرارات سياسية؟ هو بعجالة، يا ريت بعجالة شديدة. القرارات السياسية
اللي احنا عايزينها اللي هو سعادتك نرجع تاني لشوية الملح اللي هم موجودين عشان تمشي المنظومة تكتمل وتبدأ العجلة تاعت الانتاج تمشي. مطلوب قرار سيادي مخلص لأونية صادقة لتعمير سيناء، دي أول حاجة، يعني يكون عندنا الإرادة إن احنا فعلا هنعمر سيناء. الحاجة الثانية مطلوب قرار يعني جريء بإن احنا نملك أهل سيناء، نملكهم أرضهم، نقول لهم اتفضلوا دي أرضكم، ملككم اللي زرع حتة، حتى في الإسلام اللي عمر حتة وزرعها فهي ملك له طبقا للشريعة، اديها له ملكها له عشان تخليه يشتغل فيها بإيه؟ بكل نفس وبحماس وبقوة. دي اديتها له، دي مش هكلفك حاجة. لو إن أهل سيناء دول ما عندهمش وطنية قد كل سكان جمهورية مصر العربية، خد بالك يحاسبوهم لو هم مسكوا واحد عميل واحد طوال فترة الاحتلال دلوقتي زي اللي 30 سنة، وقبلها لو مسكوا جاسوس واحد من أهل سيناء يحاسبونا. خد بالك أهل سيناء من أطهر الناس، من أصدق الناس، أهل سيناء قادرين على تعمير بلدهم. ملكوا الأرض، اعمل له شوية المرافق، وصل له شوية الكهرباء. طب نشوف الاستثمار العقاري، لو صدر قرار بتمليكك الأرض هتبني كم عمارة في خلال قد إيه؟ خلال شهر مثلا، خلال شهرين حضرتك مثلا ممكن ابني خلال سنه مثلا، خلال سنه ابني 50 عماره مثلا. ابني 50 عماره يعني في دنيا وبجهود ذاتيه على فكره، يعني هل الامكانيات الماليه متوفره؟ متوفره، بس هو هنا هيبقى في دعم، في دعم شويه من البنوك، يعني لما تبقى زي ما قال الاستاذ عبد الحميد الارض ملك في شويه دعم، لكن في امكانيات، في امكانيات، والناس بتساعد هنا، والناس عارفه بعض وبتحب بعض وبتثق في بعض. وبعدين تعمير سيناء هو كنز لمصر وليس لابناء سيناء، شكرا. كنز لمصر في الاول، شكرا جزيلا، قبل ان يكون لابناء سيناء. شكرا جزيلا، سنعود مجددا بعد هذا الفاصل القصير مع الفرقه الشعبيه لابناء العريش لاستكمال ملف التنميه في سيناء. سلينا بلادي فرحة
نصلي ونهلي مع اللعب نهلي اغرف رضاي تالم صلي لعب يا المطر يباني بالهن بنات زريقاني مرت لعب يا المطر يباني كلهن بنات زريقاني والعاشق من يامل ليلي يا ثوب مطرز للذيلي والعاشق من يامل ليلي والخمس زواق الضحية واعطونا الخمس من ايداكم والخمس زواق الضحية مرحب يوم جيتي فجيت العتم وضويتي يا مرحب يوم جيتي فجيت العتم وضويتي والخمس زواق الضحية واعطونا الخمس من ايداكم والخمس زواق الضحية اهلا بكم من جديد مع محطتنا الاخيرة واستكمال ملف التنمية في سيناء. معنا لاستكمال الحديث عن التنمية في سيناء اولا الحاج حمد شعبان عميد عائلة القصلي هنا في العريش. معنا الاستاذ منتصر عرابي رئيس او مدير نادي النصر وايضا الاستاذ حاتم البولك من حزب الكرامة. ابدا معك حاج حمدي، يعني انت ربما يعني بحكم السن عاصرت ثورتين، ثورة 52 ودلوقتي يعني اعمل لنا مقارنة سريعة يعني فيما حدث عقب الثورتين. اولا واين كان سيناء في الاثنين يعني؟ لا، اول ثورة كانت بثورة رمجان، ثورة جامعة الثوار قطعهم فاروق وريكي محمد للجيل، ثورة 52 دي ريكي محمد للجيل، ومنه استمر شوية
ركب عبد الناصر واحنا ما زلنا بنطالب بتنميه سينا وتمليك ارضيها. يعني الحديث عن سينا من 52 وقبل 52 ما فيش جدوى. ركب بعد السادات نفس المضيم، ركب حسني مبارك واستمر 30 سنه وبرضه نفس المضيم وسينا على ما هي. يجي عندنا مرجوعنا الان يعني اقول لك يعني هتكون اسوء مرحله. احنا دلوقتي حاجه مداوره وسينا يعني لا جايبين جيش ولا امن ولا شرطه ولا اي حاجه وفيش راحه تمام. يعني سينا مش عارفه نفسيها رايحه فين، املاكها وين، دي اراضيها وين، دورها اصبحت بضرايب عقاريه. يعني اسمع كمان ساكنين بالاجار يعني مرحله ما حلتش اي حاجه. الناس بتطالب في يعني مصر مش محافظات وكلها صارت املاك وصارت دنيا. طب احنا وين مصر؟ او يقولوا عنا مش مصريين يعني يكونوا من يعني. انت شايف يا حاج شعبان، انت شايف ان قرار التوطين والتمليك يعني هو الخطوه الاساسيه للتنميه الحقيقيه لسيناء؟ مظبوط، هي تكون اسمع اول خطوه نشوفها في سيناء يعني عشان نبقى حقيقيين في املاكنا ناس وضعين. طب اذا كان اللي عنده املاك بيجي واحد ثاني بيقعد فيها خلاص انتبه. يعني اسمع يعني الاملاك اصبحت يعني مش فيدك، يعني الاملاك اصبحت مش هد الناس. يعني وضعنا وضع مش مريح، مش مرتاح نفسيا. نعيش ثلاث اربع مراحل والرؤساء ونطالب الوضع هذا واعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى ودنيا ما عملوش حاجه. طب نشوف بقى الاستاذ منتصر، يعني هل تتفق معه ان يعني ما يتحدث عنه من سلبيات تمتد ايضا الى شباب سيناء وانت يعني مدير لاحد الانديه الشبابيه الرياضيه؟ يعني كيف ننمي شباب سيناء، نحدث تنميه لشباب سيناء؟ اسمح لي قبل ما ادخل في النظام اللي هو التنميه الرياضيه او التنميه في سيناء كلها، بحب ارحب بوجود قناه الجزيره مباشر على اراضي سيناء، الاراضي المصريه الغاليه بالنسبه لسيناء. كما بنرحب بالبيت المقر الديوان العامر الحاج شعبان القصري اللي كان شهد حلول مشاكل من سنة 73 حتى لهذه اللحظة وهو يستضيف في حل مشاكل في برامج في استضافات الناس. بيت عامر دائما ديوان عامر باللقاءات التي تحترم على مستوى المحافظة شمال سيناء. أما بالنسبة للتنمية، تنمية يعني استقرار، تنمية يعني أن نظهر على كما أي محافظة تعامل معنا بمحافظات جمهورية مصر العربية هي شمال سيناء. إذا هناك وجد أمن، وجد مشاريع استثمارية، وجد استقرار أمني في شمال سيناء. التنمية الرياضية اللي هنتكلم فيها، إحنا بنشهد حوالي 11 نادي في شمال سيناء غير المراكز. 13 نادي؟ 11 نادي فعلي غير المراكز الشباب. مراكز الشباب لها دور والأندية لها دور. الأندية لو استثمرت فيها الرياضة هتاخد قطاع كبير من الشباب في هذه المحافظة. عدم وجود مشاريع استثمارية في شمال سيناء لا يوجد فيها دعم. طب رسالة توجهها الوزير الرياضي الجديد، يعني كيف يعنى، كيف يهتم بالأندية الرياضية وكيف ينمي أو كيف تستغل هذه الأندية في تنمية شباب سيناء خلال المرحلة المقبلة؟ هو بدأت بصراحة في الوزارة اللي من وزارة الدكتور حسن صقر وبعدين الأستاذ عماد البنان في إنشاء أكاديميات بجميع الأندية والمراكز وإنشاء صلاة ألعاب. الأكاديميات دي اللي استثمرت صح في الأندية هتشغل قطاع كبير من الشباب، لكن يبقى الحديث عن اللعبة الأولى وهي كرة القدم. كيف أستثمر لعبة كرة القدم في الأندية؟ يجب أن أحدد كم نادي يمارس فيهم الألعاب الرياضية زي كرة القدم، وكم نادي تاني يمارس فيهم ألعاب الكاراتيه، كم نادي فيهم السلة، الألعاب القوى، وخاصة أن محافظتنا بتشهد مساحات خالية كبيرة ممكن تستثمر فيها ألعاب فردية كتير على مستوى الجمهورية. لكن عشان نبدأ بالرياضة بالذات لازم يكون هناك دعم أو تتبنى الأندية إحدى شركات استثمارية في سيناء. وعلشان نبدأ استثمار في شمال سيناء لابد نمدى حق التمليك لأبناء سيناء. كل من هو ساكن في بيت أو في قطعة أرض أو في مزرعة حاسس حاله أنه هو مش متملكها حتى تاريخه. فلو شهدت التمليك وده بيبقى قرار جمهوري أو كتاب رئيسي أنه يملك الأراضي في شمال سيناء لأصحابها وتكتب في، طب يعني في قانون التمليك. يعني هذا القرار يعني ينقلنا الى الاستاذ حاتم، يعني هل بالفعل
يعني اتخاذ هذا القرار يجب ألا تقف أمامه أي معوقات، خاصة أن يعني الجميع يتحدث أن هذا هو العقبة الكأداء التي تقف أمام أي عملية تنمية في سيناء. يعني ماذا إذن لو اتخذ هذا القرار؟ يعني الحقيقة هو الملكية دي أهم حاجة في سيناء، لو ما فيش ملكية ما فيش استقرار ولا في أمن في سيناء. ما فيش ملكية يبقى في طرد للاستثمار، رأس المال جبان، إزاي هيبقى في استثمار في سيناء ويجوا رجال أعمال ومستثمرين خارجيين أو من داخل البلد وما فيش ملكية؟ أنا إزاي أدي المستثمر حق انتفاع لمدة 50 عام عندما المشروع ينضج ويكبر نفسه صاحب العمل وصاحب المصنع أنه لازم يبقى أن يرحل، فده معيق. الملكية دي أهم حاجة بالنسبة لأهل سيناء. نحن نعامل منذ مئات السنين مهمشين، وده من أهم يعني بنعامل كأننا بدون، لا في ملكية، في بعض القبائل لا مش ملكية ما لهاش جنسية مصرية. فيجب على صاحب القرار، واحنا بعد الثورة نعمل في الدكتور محمد مرسي أن يصدر قرار بالملكية. صدرت وزارة التنمية لسيناء حتى الآن لم نشعر بها، صدرت القانون الوزارة نفسها تشكلت قبل انتخابات الرئاسية بثلاثة أيام، لم ينتظروا أن يأتي رئيس ويتم تشكيلها. فده يدينا الأسباب أنه في حاجة معينة في رأس المسؤول، بس هنا يعني مستهدف أن هي ما تبقاش فيها تنمية. نحن أكثر من 30 عاما جميع التنمية اللي حضرتك شفتها في زراعة أو بناء أو كله مجهود ذاتي من الأهالي سيناء، الدولة لم تتدخل في شيء. فنحن نطالب أنه يبقى في تنمية في سيناء وتدخل الدولة. طيب انتقل الحاج حمدي، يعني من خلال تاريخك ومعاصرتك للحكومات المتعاقبة، هل تعتقد أن هل في حكومة أساءت إلى سيناء أو التقصير في تنمية سيناء أكثر من غيرها خلال يعني هذه الحقبة 60 عام أو أكثر؟ لا، في 85 يعني اسمع، الوضع ما تريح نهائي، يعني حكومة كل شوية أسوأ في أسوأ يعني ما نقولش يتحسن، لا بيجي أسوأ. يعني حسني فضل 20 سنة 30 لا 20 وهو ماشي إيوان، نقدر نقول إيوان، نقول العصر الأخيرة السن ومراته وولاده أساءوا بالدنيا واللي تحت ديهم. يعني 20 سنة كانوا كويسين الأول في سيناء؟ إيه؟ 20 سنة الأولين كانوا كويسين؟ إيوان ما تقولش أي حاجة. طب إيه الحاجات اللي إيوان اللي عملها بقى؟ اللي كان الدبال لما يمشي يعمل حساب. كانت القوة والدنيا والكل والأمن، نركب العربية شاحنة ب 20,000 30,000 نطلع على الجنوب، اسمع عادي نرخيها ونسيبها بالفلوس ونسيبها والدنيا. كان امان فوق الحد. بعد العشرة يعني صار في تهابط والسرقه من مصدر الداخليه لمصدر عز بتاع الحديده، صار سرقه كثير وانتهت كل الدنيا. من اما الحين احنا في الوضع اللي احنا فيه، يعني اللي هو الضابط تحت الترابيزه ما فيش لا شرطه، يمرق واحد بعربيه عليها مركب فوكال يضرب في الثاني يضرب في الثالث. امبارح كانت عندنا معركه طاحوا فيها 4 وطلعوا فيهم، ضابط جابونا دبابه وقفت على باب الشارع قال معهم سلاح وقبل سلاحنا السلام عليكم، واخذ دبابته وماشي. يعني ما فيش امن ولا في حاجه ولا في شيء. يعني انت استاذ منتصر، يعني كيف تستشعر هذا الفراغ الامني؟ الفراغ الامني بيجي من ازاي؟ انت ادي للامن قوته عشان يتعامل مع الافراد. الامن عشان يتعامل مع الافراد ما جيش حاسب الضابط ان عمل عادي جدا. اما الامن لو توجهت له رساله انه يحافظ على اي مشكله موجوده في المحافظه بحلها، بس ما جيش الضابط لو حلها او تعدى زياده شويه احاسبه بقى على انه عمل. المشاكل كل ما دام تتفاقم في شمال سيناء بتزيد، في شمال سيناء زي المحافظات الثانيه على فكره، مش احنا وحدينا، المحافظات على مستوى الجمهوريه كل يوم بتحصل فيها جرائم. لو الامن اخذ سلطه تشريع بالنسبة لي صح في التعامل هيحل جميع المشاكل. أمن مصر مش قليل، الجيش المصري مش قليل، حفاظنا على الأمن بتاعنا كلنا مؤيدينه بعدم إساءة المواطن المصري في التعامل. يعني الجميع يتفق أن يعني تهيئة البيئة الأمنية هي المفتاح
الرئيسي لأي استثمارات ليست في سيناء ولكن في أي مكان. يعني تمام، هو حقيقة أول شيء الملكية، ثانيا يأتي الأمن، مفتاح الأمن في يد المسؤول مش يد الشعب ولا الأحزاب السياسية. يعني الشعب عليه دور في تحقيق الأمن؟ لا طبعا، المسؤول يعني هنا لو يعني توفرت الطبيعة العشائرية والقبلية، لو توفرت النية لدى المسؤول. هناك في سيناء منذ أكثر من 20 سنة، ولا منذ بداية وجود حسني مبارك وحبيب العدل والنظام الفائد وعدل فايد رئيس مصلحة الأمن العام، هناك صراع في الأجهزة، كان في سيناء صراع بين الأجهزة الأمنية والشرطية والسيادية، الكل له مجموعة، هذه المجموعات هي التي أفرزت هؤلاء المجرمين. طبعا في مشكلة الأنفاق، مشكلة الأنفاق دي تحل عبر الدولة، مش لا الناس ولا القبائل، الأنفاق يجب أن تغلق. نحن نطالب بأن يكون هناك في معونة للأخوة الفلسطينيين، يجب أن يفتح معبر رفح كمعبر تجاري على الأرض وليس من تحت الأرض، إقامة منطقة حرة كما يطالب البعض، إقامة منطقة حرة في معبر رفح، في داخل رفح كردون رفح، ده هتستفاد منها الأهالي في سيناء وهتستفاد منها مصر، إنما تحت الأرض دي الأنفاق يدخل فيها الحاجات طبعا. حاج حامد بقى، يعني في نهاية المطاف، هل أنت متفائل بمستقبل التنمية في سيناء؟ يمكن، بس من مين؟ من اللي جاي؟ لا، من الوضع اللي احنا جايين ده بعطلين. طب نتفائل بالخير حتى نجده يعني؟ احنا بنتفائل بالخير، ولكن الخير بيبان على وجوه القادمين، بيبان على وجوه القادمين. احنا اذا كان 85 مليون انتهوا و10 مليون سيطروا على كل مصر، يمكن نتفائل. يعني اسمع، اللي جاي مش عارف، مش عارف حاجه، زي واحد مش عارف الف بيه، لسه مش يعمل في مصر، مش عارف ايش يعمل ايه. فيش واحد عنده فقه وتعليم واداره وهذا وين وهذا رايح وين. انت اللي خلى الشرطه كلها تنحل، الشرطه قوتها من الجيش، والجيش ما دام ارتخى وين احنا؟ هي يعني اذا ما كانش يكون في انتماء في جيشنا وفي شعبنا، والشعب كله يقوم يحمي بعضه، الجيش مش يكون انفلات في كل الدنيا، هل الحل حل؟ من اما واحد نجيبه من الشارع او من السجن ونقوله رئيس مصر، حرام على كل يعني مصر. يعني هذه هي الديمقراطية؟ ايه؟ هذه هي الديمقراطية؟ يعني هناك يعني 13 مليون يعني انتخبوا الرئيس الجديد، وهذه هي الديمقراطية يعني قادت إلى هذا الأمر. يعني هذا أمر متعارف. ننتقل لسمنتصر. سمنتصر، يعني الآن نتحدث، يعني الحاج حمد يتحدث بمرارة، وأن يعني ربما هو يعني هناك قلق كبير يساوره حيال المستقبل. هل أنت كشاب لديك هذا القلق أيضا؟ هو الحاج حمد لما بيتكلم إنه هو عاش فترات الثورات من يوم من 23 حتى تاريخنا هذا، فعلا هو لازم يقول الكلام اللي قاله، لكن هو التفاؤل، نتمنى أن نرى تفاؤل. حتى تاريخنا هذا لن نرى التفاؤل، خاصة كأبناء سيناء. عدم وجود استقرار أمني، عدم وجود تشغيل، عدم وجود فرص عمل، عدم وجود استثمار على أرض سيناء، ما بديش تفاؤل. نتمنى أن القادم يبقى أفضل. أربع أقسام، نتمنى أربع أقسام. طيب أستاذ حاتم، شو أستاذ حاتم؟ طيب يعني هذا الحديث الذي يعني يغلفه نوع من التشاؤم. لا، هو الحاج حمدي بيحكم من واقع خبرته، كأنه مثلا يعني الرئيس اللي الموجود في ظل جماعة ما أو حزب الحرية والعدالة يمكن أن يسيطر على الأنفاق تماما مثلا، لأنه هو يتبع الحماس والإخوة في حماس يتبعون التنظيم الدولي للإخوان ممكن، ولكن لم تحدث هذه الخطوة. طب نعطي انك ربما الايام المقبله تحمل هذه المؤشرات الايجابيه. نتمنى، والله نتمنى ذلك. يعني انت تلخص المعضله الامنيه في شمال سيناء في الانفاق؟ الانفاق اهم شيء، لان اذا اغلقت الانفاق اغلقت تهريب الاسلحه، تهريب العناصر الامنيه اللي تدخل سيناء وتعمل عمليه تقعد تدخل ترجع ثاني، ده اهم شيء الانفاق. بعد الانفاق هتبقى السيطره من نوع اخرى، مثلا على قناه السويس اللي داخل سيناء من قناة السويس، والخارج من الأنفاق. فدي أي رجل محترف أمني يقدر يسيطر، ولكن إذا توفرت النية للدولة والمسؤول يسيطر على سيناء تماما، ولكن لا تتوفر النية. يعني هل بالفعل النية غير متوفرة من وجهة نظرك؟
لا التوافر زي ما بيقول الاستاذ حاتم، انا امنع انفاق وانا عندي معبر بيدخل تجاري ما بيني وما بين الجانب الفلسطيني، استفيد انا منه كجمارك كتجاري افضل ما استفيد من تحت الانفاق لاشخاص بعينها، يعني بتستفيد من الانفاق اشخاص بعينها، لكن لو بصينا لافتتاح المعبر كطريق دولي رايح جاي هتستفيد بيه تجاري وجمارك افضل لي كحكومه مصريه. ما بقاش فعلا كله داخل، احنا كشعب سينا انحرمنا من حاجات كتير، ارتفاع الاسعار بطريقه غير عاديه بسبب الانفاق، من الجانب الثاني بيشتري باسعار اغلى منا شويه، ما بيقدرش المواطن المصري يقدر على انه يسد في شراء الاصناف الغاليه، عندك ازمات في سينا، سولر، جاز، بنزين، غاز، كل ده من بعد من ايام الثوره حتى تاريخه. اتفضل. من سنة الثوره حتى تاريخه. ما فيش ازمات، بعد البلد 10 12 تانك يوم، ولكن لو في امن يمسك ال 10 12 تانكين يقضوا عليه، ولكن كله على الانفاق. اصبح الجالون ب4 جنيه. الريتل ب4 جنيه، الريتل يبقى 4 جنيه. ليه؟ ده هو خلاص بنت التانك اسمع، التانك ماشي على طول على الباب. مفيش عم تمسك ولا في جيش على العمود تمسك. شكرا 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 جزيلا. يعني الى هنا نكون قد وصلنا الى محطتنا الاخيره من هذه الامسيه من مدينه العريش في هذا اليوم الرمضاني، واترككم مع هذه الفاصل مع وهذه الختام مع الفرقة الشعبية بقيادة المطرب السيناوي حميد إبراهيم من وفرقات الشعبية من مدينة العريش.